صباح الخير، بونجور. كيف الحال؟ الحمد لله. شقولك خوي، اخذناك على بور ميناء كثير الدوحه القديم والاجواء كثير حلو والله. على فكره حلو، على كملوا حلقه نمشي نعملوا رياضه غادي، وحلو الطقس اليوم. على كل اليوم عندك تمارين خاصه بالتعافي بعد اصابات اللي تصير معنا في الديسك. وشنو هي الديسك؟ ديسك الرقبه، اللي هو صعيب جدا معنا. صح، هو صعب، وبعد العمليه اذا عملنا جراحه اصعب واصعب، نخسر الحركه الكامله تبع الرقبه، و تنمل بالاصابيع وضعف بالايدين، بدها شغل كثير، تعب على الاخر بصراحه. هو في حالات، حتى في الحالات الاولى نتاع يمكن بدايه هكا الاحساس بانه يمكن الانسان يكون عنده ديسك في الرقبه، فيها وجع كبير، فما بالك وقت الاصابه وتكون انه صعيبه جدا ويكون الانسان عنده ديسك وما بعد العمليه الجراحيه والتعافي منه. وللاسف شغلنا هلا كله على المكتب وقاعدين وكذا، فهذا بيعرضنا انه يصير عندنا ديسك. طيب خليك مع كل الادوات اللي بتستعملها اليوم، لانه عندك عدد كبير من الادوات. مراحل التعافي كل كالعاده. صحيح صحيح. تفضل جون بيير، شكرا لك. ميرسي. مشاهدينا مثل ما قال امين انه هيدي مرحله كثير صعبه، بعد ما نعمل عمليه بنخسر الحركه الكامله برقبتنا وبنخسر الاحساس بايدينا تقريبا وبيضعفوا ايدينا. شو بدنا نعمل؟ كيف بدنا نبلش؟ من وين بدنا نبلش؟ خلينا نشوف سوا. اول شيء رح بلش انا وقاعد لما افقد التوازن تبعي، رح شوف عضلات رقبتي داير من دار اذا بيتحركوا بشكل طبيعي. رح جرب رجع لورا، اكيد بدي الاقي صعوبه. رح حرك لقدام ورح حرك على الشمال على اليمين وعلى الجنب، طلوع ونزول. هلا في حال حسيت بوجع انا ضروري ارجع للطبيب اساله انا فيني كفي هدول التمارين؟ اذا في حال ما في وجع نحن منكفي. شو رح اعمل؟ اول حركه بدي اعملها يلي هي بدي احط اصابعي على دقني هون، جرب رجع رقبتي لورا لاعمل ستريتش مطرح العضلات يلي نقصوا واسروا جراء العمليه. رجع بهذا الشكل واكيد يمكن يكون عندي وجع، رح اقعد بهذه الطريقه لكلنا نشوف بهذا الشكل وارجع رخي. قبل ما اروح على الحيط، قبل ما اعمل اي شيء، رح اعملها انا وقاعد بهذا الشكل وارجع رخي. برجع بعدين برجع بهذا الشكل وبجرب رجع لورا. هلا في حال حسيت حالي انا مش قادر اعملها، شو رح اعمل؟ رح روح على الحيط، وبالحيط شو رح اعمل؟ رح القي حالي كلني على الحيط لحتى ما افقد التوازن مره ثانيه بهذا الشكل. حط اصابعي هون ورجع لورا على الاخر، جرب يدق راسي بالحيط، بس يدق راسي بالحيط هون بعد للعشره وبرجع كمان عن جديد. رح اعملها 10 مرات وهون رح حس عضلات رقبتي اللي ورا عم بشدوا، هيدا شيء طبيعي لانه هن قصرانين. هلا في حال حسيت حالي كمان عم لاقي صعوبة، رح انزل على الارض او على التخت، انا نايم على التخت، رح استعمل جاذبية لحتى ترجع لي راسي لورا. بأي طريقة رح ظبط رقبتي بهذا الشكل وجرب شد لورا قد ما فيي بهيدي الطريقة، يعني راسي عم بسحب وطلوع انا بهذا الشكل. بس خلص هذا التمرين رح ارجع اوقف وروح على القاعد. هون ببلش الاسترتشنج اللي لازم نعمله بشكل يومي. كيف رح اعمل ستريتشنج؟ اول شيء هيدي الايد رح احطها ورا ظهري، رح اكمش راسي من هون، رح اطلع بركبتي على ميل ايدي اللي عم شد فيها وانزل بهيدي الطريقه وادل العشره. برخي برجع بطلع مره ثانيه كمان بدل العشره. ثاني ايد بذكر انه انا رح اعمل ميلتين لو عامل عمليه الديسك ميله واحده بهيدي الطريقه. برخي كمان برجع بنزل وبضع 10. وبذكر شيء كثير مهم انه انا اذا حسيت بوجع مش قادر اتحمله ضروري ارجع للطبيب. التمرين الثاني اللي راح يصير، راح احط ايدي هون بهذا الشكل وجرب اطلع فوق بالسقف. هون بكون عم بعمل ستريتشنج لهيدي العضله يلي هون بهيدي الطريقه، في بهيدي الايد كمان حطها وساعد حالي لحتى اعمل لها ستريتش قد ما فيي بهي الطريقه لارجع اطولها لطولها الطبيعي. كمان تاني ميل بتطلع بالسقف، بساعد بهيدي الايد وبرجع برخي. تمرين تاني رح اعمله، رح هيدي الايد حطها ورا رقبتي، كمان ارجع بهيدي الطريقه شد على ميلة ركبتي، انا عم بطلع بركبتي هون بحس عضلاتي اللي ورا هون كلهم عم بشدوا، يعني عم نعمل ستريتش نحن. كمان تاني ميله رح اعملها بهيدي الطريقة، أكيد أنا عم طلع بركبتي. برجع لأول تمرين وهالمرة بشوف إذا عم بعمله أريح.
قبل ما انقل على المرحله الثانيه اللي هي انا ونايم على البنش. رح نام على البنش بس هالمره رقبتي رح تكون برات البنش، رقبتي برات البنش لحتى اكسب الرينج اوف موشن او حركه الكامله. رح رجع رقبتي شوي شوي لورا وجرب رجعها على الاخر، بعليها ببرم بتطلع ميت الشمال وبجرب رجع على ورا. هون بكون عم بعمل ستريتش لهول العضلات وعم استعمل الجاذبيه لحتى تنزل لي راسي لاكسب الحركه الكامله. كمان بنفس الطريقه لتاني ميل بتطلع على ميت اليمين وبرجع راسي لورا على الاخر، وهون بكون عم بعمل ستريتش لهول العضلات وبرجع على النص بشد بدقني وبرجع على الاخر. هون بكون عملت هدول الحركات وصارت رقبتي جاهزه لتبرم البرمه الكامله اكيد اذا سمح لي الطبيب، اللي هي بهذا الشكل. كمان لتاني ميل بهذا الشكل. بس هسا وصلت لهيدي المرحله، هلا صار وقت نقوي العضلات. كيف رح نقوي عضلات الرقبه؟ شو رح اعمل؟ جبت طابه صغيره معي انا، رح حطها حد راسي هيدي الميل على راسي ورح جرب شد لهيدي الميل لحتى يقوى عضلات رقبتي اللي هي الميل، لانه هن ضعفوا جراء العمليه. لحد للعشره كمان رح استعملها لتاني ميل. هلا في حال كانوا ايدي ضعاف مش قادر اعملها رح روح على الحيط انا واستعمل حيط. كيف رح استعمل حيط؟ رح احط الطابه ميله الحيط ورح اجرب شد براسي لميله الحيط بهذا الشكل، واكيد انا حطيت الطابه على الحيط مش دغري على الحيط لحتى ما اذي راسي واذي عضلات رقبتي، لتكون لين المنطقه بهذا الشكل. شد بعد للعشره برخي برجع بشد بعد للعشرة وبرخي. كمان بنفس الطريقة رح ارجع اجيب الطابة حطها على الحيط، بس هلا وجهي لميلة الحيط، رح احط راسي على الطابة وشد رخي بعد تعداد 10 مرات. كمان حط راسي على ميلة الحيط على الطابة بشد بكل تقل جسمي وبرخي بعد 10 مرات. هلا في حال ما عندي طابة بالبيت شو بدي اعمل انا؟ بجيب ايدي الاثنين حطهم هون قدامي وبشد بعد للعشرة برخي بهيدي الميلة لميلة الشمال، بشد بعد للعشرة وبرخي بهيدي الايد، كمان بشد بعد للعشرة برخي. هلا كيف بدي اعمل ستريتشنج لرقبتي وعضلات رقبتي الادمانيات؟ رح اجيب منشفة او حيلا حبل مطاط سميك عندي اياه بالبيت، رح احطه بهذا الشكل هون على رقبتي ورح جرب رجع رقبتي لورا على الاخر قد ما فيي بهيدي الطريقه لا ترجع على الاخر. هلا في حال ما قدرت رجع رقبتي على الاخر شو بدي اعمل؟ بس ارجع لورا اوصل للماكسيموم انا بضطر افتح تمي لا ترجع على الاخر. ليش انا فتحت تمي؟ لانه هول العضلات بيكون بعضهم قصار بعد ما ارتخوا زياده بعقولي الرجعه لورا، بضطر افتح تمي لرخيهم ترجع لورا على الاخر. روح على حبل مطاطي أرق، وهالمرة رح نستعمل حبل المطاطي بدل الطابة، رح حطه على راسنا لهذا الشكل، وهون بنكون عم نقوي عضلات رقبتنا. رح شد هون بهيدي الطريقة وجرب ميل علامات الشمال وارجع رخي، كمان ميل علامات الشمال ارجع رخي. رح اعملها ثلاث ترديدات وهيدي الرابعة وارجع بدل المطرح لتاني ميل. بدي انتبه كثير منيح ما تفلت، ما يفلت الحبل المطاطي ويأذي لي راسي بهذا الشكل. رح ميل لهون وارجع كمان بعد مرة واخر مرة بهذا الشكل، برجع بحطها من ميلة قدام. هون من المستحسن يكون في حدا عم بيساعدني، بهديها لميلة ورا وبجرب شد لقدام ورخي شد لقدام ورخي. رح اعملها تقريبا شي اربع مرات قبل ما اروح لبلش مرن كتافي يلي هن موصولين برقبتي من ميلة ورا. شو رح اعمل؟ رح اوقف بهذا الشكل، رح رجع ايدي لورا ورجع رقبتي بهذا الشكل قبل ما استعمل حبل مطاطي بهيدي الطريقة، وارجع وارجع برجع بروح على الحبل المطاطي بجيب ارقى حبل مطاطي عندي اياه نفس الطريقة يلي كنت عم بعملها، رح افتحها ورجع رقبتي لورا ورجع ضبها. كمان بنفس الطريقة افتحها رجع راسي لورا وارجع ضبها. في حال كنت عم حس حالي مني
آمن بهذه الطريقة أو عم حس إنه أنا معقول أوقع، رح استعمل البنش أو حيلا كرسي عندي إياها بالبيت لحتى أسند ظهري لورا بهذا الشكل، كون طريقة آمنة عم بشتغل والتمرين. شد برجع راسي وأنا لاقي كتافي ماني عارفين هم ما أوقع لورا بهذا الشكل. بخلص هذا التمرين بروح على السويس بول. هلا السويس بول شوي بدها تريحني، شو رح أعمل؟ رح حدا يساعدني لنام علي بهذا الشكل، تاخذ لي شكل كتافي من ورا، رجع راسي على الآخر، افتح إيدي على الآخر، ببرم رقبتي لميلة الشمال أول شيء، لميلة اليمين وبرجع لورا، برجع عن جديد، رجع لورا، ببرم على الشمال، ببرم على اليمين وبرجع لورا، بعد مرة بهذه الطريقة كون أنا عم حرك رقبتي بكل الاتجاهات بكل الطرق قبل ما أروح على الدمبلز. يعني نحن هون وصلنا لثلاثة أشهر بعد العملية لا أقدر استعمل دمبلز. أنا شو رح أعمل بالدمبلز؟ رح طب بهذا الشكل، رح رجع كتافي لورا، أنا عم طلع جالس قد للعشرة ورجع أنزل. هون بدي أول عضلاتي اللي ضعفوا بس شقونا بالعملية بهذه الطريقة قد للعشرة. بذكر ما بدي أبرم رقبتي هون شمال ويمين، رح ضلني بنفس الطريقة بعد للعشرة وبنزل، برجع كمان تمرين تاني رح أعمله، رح علي كتافي راسي جالس بعد للعشرة وبنزل على محلي، كمان بعد مرة بعلي بعد للعشرة وبنزل على محلي. هول التمارين بيصيروا من بعد ما كنت عفيت على الخالص، صارت رقبتي يا أمين عم تتحرك كل الاتجاهات، ما في وجع، ما في تنميل بالأصابع، ما في شيء. الحمد لله. مهم انه الناس كل تتعافى طبعا. ديما نرجو ننصحوا جون بيير باهميه وبضروره وانه ما نقعدوش وقت طويل خاصه باستعمال الهواتف بهالطريقه هذه، لانه ايضا قد يكون من عندها تاثيرات خطيره وخطيره جدا على صح. وبتاذينا، بتعملنا ديسك وشوف التمارين قد ايه صعبه، قد ايه بتاخذ وقت، بتاخذ برشا وقت ما ترجع تتعافى. عملناهم ب 10 دقائق بس هن بدهم 6 شهور. الوقايه دائما خير من العلاج، انتبهوا لهالموضوع هذا. شكرا لك جون بيير المستشار طبعا في الصحه واللياقه البدنيه، شكرا جزيلا.